خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر عن قرارات المحكمة الدولية، وإلى أي مدى هذه القرارات تنصف القضية الفلسطينية والفلسطينيين. مع ضيفنا اللي بينورنا دلوقتي دكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل الفلسطيني. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. يعني كيف قرأت قرارات محكمة العدل الدولية اليوم، ولا أي مدى هذه القرارات تنصف القضية الفلسطينية؟ يعني مساء النور عليك يا أستاذ هدير وعلى المشاهدين. هذه القرارات فيها سابقة تاريخية، وهي وضع إسرائيل في قفص الاتهام للمرة الأولى منذ عام 48 أمام أعلى هيئة قضائية دولية كانت تفلت دائما بجرائمها، وهذا بحد ذاته يعني خطوة إيجابية كبيرة. اتهام إسرائيل كان سارقا، الآن نستطيع أن ننزع من إسرائيل الرواية التي تحمل المظلومية، الدفاع عن النفس التي دائما ما تروج وتبرر فيها كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الآخر وهو المهم أيضا، أنه ربما هذه الإجراءات والقرارات التي اتخذتها إسرائيل سيكون لها انعكاس مباشر على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة. ستكون الآن إسرائيل لديها حرص على الأقل ألا تستهدف المدنيين العزل بشكل فاضح كما كانت تفعل في السابق، لأنه الآن هناك عين تراقب وهناك تقارير ستكتب في هذا الإطار. التدمير الممنهج للمباني السكنية وللبنية التحتية الفلسطينية ما تبقى منها في قطاع غزة، ربما هذا الإيجابية الأكبر، إضافة إلى نزع سلاح التجويع التي تستخدمه إسرائيل كجزء من استراتيجيتها في هذه الحرب في عبر الرقابة الدولية للمساعدات، وأن أي عرقلة ستقوم بها إسرائيل ستحسب عليها في إطار التهم الموجهة لها في إطار المحكمة الدولية. لكن يعني دعينا نضع أيضا الأمور في منظور مهم، أنه مثل هذه التهمة تحتاج إلى إثبات. لا يكفي الكلام المرسل ولا يكفي ما رأيناه، يجب أن يكون هناك أدلة وبراهين، وربما هذا ما أشارت إليه المحكمة في عدم إسلام طبيعة هذه الأدلة. دكتور عبد المهدي التي تستند يعني إليها محكمة العدل الدولية، هي لا تستند إلى أدلة، هي حتى الآن هي قبلت الدعوة بناء على التصريحات. طبيعة الأدلة المطلوبة ل يعني إثبات التهمة على الجانب الصهيوني. أي جريمة حرب يجب أن تكون كاملة الأركان، بمعنى الموعد والمكان والزمان والتفاصيل والشهادات والصور وتقارير طبية، يعني ملف كبير ليس من السهل جمعه بالمناسبة، يمكن جمعه لكن ليس من السهل في ظل الحرب التي أضاعت كثير من معالم ما حدث. وربما هذا يفسر أن إسرائيل في كل المناطق التي ارتكبت فيها جرائم قامت بتجريفها وتغيير معالمها بشكل كامل. هذا جانب. الجانب الآخر يجب أن ننتبه أن إسرائيل منذ الحروب السابقة وبالأحرى منذ عام 2014 شكلت لجنة قانونية تتبع للمدعي العام العسكري في الجيش، والذي يعطي نصائح للإسرائيليين ماذا يفعلون حتى يتم تبرئتهم في حال قيامهم بأمر معين، يعني قصف معين. مثال على ذلك عندما كانوا يصدرون مثلا تحذيرا لمنطقة معينة بالمغادرة في تمام ساعة معينة أو توقيت معين لأنه سيتعرض ومنطقة عسكرية عمليات، نعم هي أنذرت لكن تم القصف وقتل مدنيين. وهذا سيصير على هذا الموضوع سيجلب جدالا كبيرا، لذلك هي معركة طويلة، لكن في النهاية سيتم إثبات جرائم على إسرائيل أيا كانت. كنا نأمل كفلسطينيين وكل العالم كان يأمل أن يكون الأمر الاحترازي الأول هو وقف إطلاق النار، لأنه كل إلى أي مدى دكتور عبد المهدي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والحالة الفورية لقرارات محكمة العدل الدولية لمجلس الأمن لاتخاذ قرار وقف إطلاق النار يمكن أن يحدث؟
يعني لو كان في صياغه القرارات المحكمه الاجراءات الاحترازيه وقف اطلاق النار كان سيكون اجباريا على مجلس الامن ان يصدر في اطار القرار الذي سيتخذه والاجراءات التي سيتخذها لتنفيذ قرارات المحكمه الملزمه، لكن حتى هذا النص غير موجود، بالتالي سيعود الامر الى المفاوضات في مجلس الامن ونعود للفيتو الامريكي. نعود للفيتو الامريكي والصياغات التي تتواءم مع الولايات المتحده. اذا دكتور عبد المهدي، ما قيمه قرارات محكمه العدل الدوليه اليوم وقيمه ردود الفعل الدوليه لهذه القرارات؟ يعني انا تحدثت في البدايه عن القيمه التاريخيه لهذا القرار، ولكن قيمه ايضا هناك انه الان سيكون هناك التعامل حذر من كل الدول التي تتعامل مع اسرائيل حتى في توريد السلاح، لانه في حال اتهام اسرائيل او ادانتها في العباده الجماعيه يمكن ملاحقه الافراد والهيئات في اطار محكمه الجنايات الدوليه، واي شخص او اي مؤسسه او اي جهه تعاونت مع اسرائيل حتى لو بتوريد السلاح تعتبر جزءا من المتهمين. اضافه الى ان جنوب افريقيا اشارت بعد صدور قرار المحكمه انه اذا لم يكن هناك تحرك حقيقي واذا كان هناك عرقله من الدول الحليفه لاسرائيل سيتم ضمها الى الدعوه، بمعنى ان تصبح ايضا في اطار الاتهام في الاباده الجماعيه. هو مسار مهم ضاغط ربما يشكل ورقة قوية للضغط على إسرائيل، حتى منعطف مهم بكل تأكيد. حتى الولايات المتحدة ممكن أن تستغل هذا القرار للضغط على نتنياهو للقبول بالأشياء بما رفضه وعرضته الولايات المتحدة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب، فيما يتعلق بالترتيبات التي يرفضها. بالتالي ممكن استغلاله لتغيير الوضع، لكن حتى هذه اللحظة لا أرى أن هناك وقف إطلاق نار شامل نهائي. هذا التحول التاريخي مهم، أنه لا دولة فوق القانون الدولي، سيشجع أطراف أخرى لمحاكمة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، سيكون أساسا لقضايا في محكمة الجنايات الدولية مستقبلا. لكن التأثير الحقيقي على الأرض الفعلي الذي ممكن ان يتحقق ويلمسه الفلسطينيين في الوقت الحالي هو فيما يتعلق بالمساعدات الانسانيه، فيما يتعلق بطريقه الاستهداف التي كانت اسرائيل تستهدف فيها حتى النازحين في اماكن نزوحهم بهدف قتل الفلسطينيين، كل ذلك ممكن ان وتحقيق التهجير القسري لهم. نعم، وكل صحيح. ذلك من الممكن ان يتغير في اثر هذه. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل الفلسطيني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.